بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس العاشر في مذاكرة كتاب الفتن والحوادث الشيخ المجدد رحمه الله تعالى. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب بدأ الإسلام غريبا وسهلا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن تعاطي السيف المسلول. وفي المسند عنه رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يتعاطون سيفا مسلولا، فقال: لعن الله من فعل هذا، أوليس قد نهيتكم عن هذا؟ ثم قال: إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه. يقول رحمه الله تعالى: باب النهي عن تعاطي السيف المسلول. ومعنى النهي عن تعاطيه أي تناوله وهو مسلول بحده وذؤابته، لأن السيف إذا سل ظهر منه الجزء الحاد، سواء في طرفه في ذؤابته أو في حده، فربما آذى غيره بأن يجرحه أو يقتله. وهذا كما في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يشير المسلم إلى أخيه بالسلاح، سواء بالسلاح من السيوف والرماح والسهام أو بالسلاح الناري، لأنه قد تسبق يده ثم يمضي فيه فيقتله ويؤذيه. وقد استقر في الإسلام حرمة دم المسلم وشناعة أذيته وفظاعة قتله، وبلغ النهي في ذلك إلى أن لعن عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك، كما في حديث الباب عن أبي بكرة رضي الله عنه نفيع ابن الحارث الثقفي. بل أمر عليه الصلاة والسلام من دخل السوق ومعه سهام أن يأخذ بيده على نصالها، أي على أجزائها الحادة، لئلا تؤذي المسلمين في الأسواق وهو لا يشعر. ولهذا قال: باب النهي عن تعاطي السيف المسلول، لأن النبي لعن من فعل ذلك. وهذا الباب في حديث أبي بكرة فيه، والباب الذي قبله في النهي والباب الذي قبله في التعرب، كله في الابتعاد عن مواطن الفتن التي ينتج منها أذية المسلمين وإلحاق الضرر بهم، إن كان في ذواتهم أو في أعراضهم أو في دينهم. قال: وفي المسند، يعني في مسند الإمام أحمد عنه، أي عن أبي بكرة الثقفي نفيع بن الحارث الثقفي مولاهم، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يتعاطون سيفا مسلولا، أي يتناولونه، هذا يناول هذا، والسيف مسلول أي من غمده ومن جرابه، فقال: لعن الله من فعل هذا. فالوعيد هنا باللعن، واللعن طرد وإبعاد عن رحمة الله جل وعلا، دل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه اللعن. وكبائر الذنوب كل ذنب
رتب عليه لعن في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو بالغضب أو أقيم على صاحبه الحد أو نفي الإيمان عن صاحبه أو تبرئ منه. هذه ستة. السابع أن يصر على الذنب الصغير، فبإصراره على الصغير يصيره كبيرا. قال: لعن الله من فعل هذا، أوليس قد نهيت عن هذا؟ فدل على أنه نهى ثم بعد النهي لعن. ثم قال: إذا سل أحدكم سيفه، أي من غمده وجرابه، فنظر فيه ليصلحه أو لينظفه أو لينظر فيه، فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه مغمدا. وكذلك إذا أراد أن يناوله الرمح لا يناوله الرمح من طرفه الحاد، وإنما من طرفه الآخر لئلا يؤذيه في وجهه أو في بدنه. كل هذا من عناية الإسلام وصيانة الشريعة لما فيه حفظ المسلمين في دمائهم وفي أعراضهم وفي دينهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ورواه أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفي آخره: فطوبى للغرباء. آخره قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. ورواه الآجري، وعنده قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. ولأحمد في حديث سعد بن مالك رضي الله عنه قال: ولأحمد في حديث سعد بن مالك رضي الله عنه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وله نعم. وله عن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء. قلنا: ومن الغرباء؟ قال: قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي الزهد عنه رضي الله عنه: إن أحب شيء إلى الله الغرباء. قال: الفرارون بدينهم يبعثهم الله مع عيسى بن مريم عليه السلام. رواه أحمد عن الهيثم بن جميل قال: حدثنا محمد بن مسلم قال: حدثنا عثمان بن عبد الله عن سليمان بن هرمز عن سليمان بن هرمز عنه ولأحمد عن المطلب بن حنطب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين يزيدون إذا نقص الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. نعم. هذا الحديث يسمى عند العلماء بحديث الغرباء، تمييزا له بهذه اللفظة منه. والحديث أصله في صحيح مسلم، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة: أبو هريرة، وسعد بن مالك، سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص، والمطلب بن حنطب، وعبد الله بن عمرو، وعبد الرحمن بن سنة، وعبادة بن الصامت، وكثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده. سبعة رواة رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فقه المؤلف رحمه الله أنه جاء بالروايات ها هنا ليفسر بعضها بعضا، على عادته وطريقته أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا كما أن القرآن يفسر بعضه بعضا.
وقد ألف الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله رسالة مخصوصة في شرح هذا الحديث، سماها كشف الكربة في وصف حديث الغربة. وأصل الحديث كما صدره المصنف في هذا الباب باب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، ومن فقه المؤلف رحمه الله أنه شابه الإمام البخاري في تراجمه وتبويباته، فإن منهج الإمام البخاري في هذه التراجم أنه يستمدها من الأحاديث من لفظها، والمؤلف فعل ذلك. قال: ولمسلم، أي روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا. كيف بدأ الإسلام غريبا؟ نشأ الإسلام ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم غريبا، لأنه في مجتمع أهل مكة ومجتمع العرب بل وعامة أهل الأرض إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على الشرك الأكبر وعبادة الأوثان والتعلق بالقبور والاعتقاد بالسادات والأولياء. فبدأ الإسلام الذي هو هذا الدين، بدأ التوحيد غريبا في مجتمع عم فيه الشرك والكفر وطم. قال: وسيعود غريبا كما بدأ. هذا شاهد الحديث على الفتن، أن هذا الإسلام سيعود كما بدأ غريبا، أي أنه سينتشر في آخر الزمان ماذا؟ الشرك والكفر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، ولا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. ومر علينا الحديث: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وهذا يفسر معنى أن الدين سيعود غريبا كما بدأ، فيقل الموحدون ويقل المؤمنون الصادقون ويكثر الأشرار، وأعظم الأشرار الكافرون والمشركون والمنافقون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء. طوبى ما معناها؟ ترجع معاني السلف في معنى كلمة طوبى إلى ثلاثة معاني. المعنى الأول أنها الجنة، المعنى الثاني أنها شجرة في الجنة يسير الراكب فيها 100 عام لا يقطعها، ولهذا جاء هذا الوصف في غير ما حديث، منها حديث الباب فطوبى للغرباء، ومنها ما في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى، طوبى لعبد آخذ عنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. وقيل وهو القول الثالث المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره: طوبى أي نعمة وثناء وكرامة للغرباء. من هم هؤلاء الغرباء؟ من هؤلاء الغرباء؟ هذا الذي لأجله ساق المصنف الأحاديث فيه. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود، وهذا هو الراوي الثامن من رواة حديث الغرباء، الأول أبو هريرة والثاني ابن مسعود، قال: فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل، أي لا تجمعهم قبيلة واحدة،
وإنما من كل قبيلة عدد يسير، وذلك أن قبائلهم وعشائرهم يرجعون عن دين الله ويتركونه ولا يثبت إلا القليل، فهؤلاء النزاع من القبائل. وجاء في رواية ثالثة رواها الآجري أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، توفى عام 360، في كتاب سماه كتاب الشريعة، وعنده قيل من هم أي الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. إذن هم نزاع من القبائل، صفتهم أنهم صالحون عند فساد الناس. ما أعظم الفساد؟ أعظم الفساد الشرك بالله عز وجل، ومن الفساد الكفر والنفاق، ومن الفساد تضييع الفرائض وفعل الكبائر والمحرمات. قال ولأحمد أي في المسند في حديث سعد بن مالك. من هو سعد بن مالك؟ سعد بن مالك بن أبي وقاص، وهو من بني زهرة، من رهط من آمنة، هم من النبي عليه الصلاة والسلام. وسعد هو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال مفتخرا به: هذا خالي، فليرني كل امرئ منكم خاله. ولم يفد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الصحابة بأبيه وأمه إلا اثنين، سعد بن مالك بن أبي وقاص والزبير بن العوام. فإنه قال لسعد يوم أحد وكان راميا جيدا بالنبل: ارمي فداك أبي وأمي. وكذا قالها لابن عمته الزبير بن العوام رضي الله عن الجميع. فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، أي الثابتون على دينهم عند تغير الناس واستبدالهم وتركهم دينهم. وله أي لأحمد في المسند رواية أخرى عن ابن عمرو، وهذا الراوي الخامس. الأول من هو؟ أبو هريرة، والثاني بن مسعود، والثالث سعد بن مالك، والرابع عبد الله بن عمرو بن العاص. في حديث سعد رضي الله عنه الذي عند الإمام أحمد قال: إن الإيمان يبدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، والذي نفس أبي القاسم بيده، يحلف عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار، ولو لم يحلف ليأرزن الإيمان بين هذين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، بين هذين المسجدين يعني إلى مكة والمدينة. الرواية الرابعة رواية عبد الرحمن ابن سنة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا في مسند الإمام أحمد: بدأ الإسلام غريبا. وقوله في هنا بدأ الإسلام، وفي رواية سعد بن أبي وقاص بدأ الإيمان، دل على أن الإسلام والإيمان إذا ذكر أحدهما دل على معنى الثاني، دل على معنى الحديث الثاني. وهذا فيه القاعدة المشهورة عند أهل السنة في الإيمان، أن الإسلام والإيمان إذا ذكر أحدهما في نص اشتمل على الثاني، وإذا ذكر جميعا كان الإسلام بمعنى الشعائر الظاهرة والإيمان بمعنى الشعائر الباطنة. قال: بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون باستقامتهم على دين الله، بإقامتهم له. متى؟ إذا فسد الناس. والذي نفسي بيده،
لينحاز الإيمان إلى المدينة كما يحوز السيل، والذي نفسي بيده ليأرزن الإسلام إلى ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. جاء في الرواية الرابعة، وهي رواية الإمام أحمد في حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء. قلنا أي الصحابة: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هذا وصف الرابع في بيان من هم الغرباء، وهم قوم صالحون. لماذا يكون الصلاح؟ هل الصلاح بلبس الجبة أو تعليق السبحة أو لبس اللباس الأخضر؟ ليس الصلاح شعارا، وإنما الصلاح بالاستقامة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاح بإقامة الدين واتباع أمر الله واجتناب نهيه. قوم صالحون قليل دل على أن أهل الصلاح يقلون في آخر الزمان، في قوم سوء، والسوء هم الطالحون ضد الصالحين، في قوم أو في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، أنهم يأمرون الناس بالمعروف فلا يأتمرون به، ينهونهم عن المنكر فلا ينتهون عنه، يوجهونهم فلا يقبلونهم، إما لأنهم مرذلون في أنسابهم أو في أموالهم أو في شأنهم فلا يسمع لهم ولا يطاع. والعبرة بالحق ليس بنسب صاحبه ولا بغناه ولا بجمال صورته، وإنما باتباعه الحق وانقياده الصدق لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية أخرى وفي الزهد، أي للإمام أحمد عنه، أي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن أحب شيء إلى الله الغرباء. قال: الفرارون بدينهم، يفرون عن الفتن بدينهم عند استحكام البلاء وعند ادلهام الخطوب، يفرون بدينهم من الفتن، وهذا يكون في آخر الزمان إبان ظهور أشراط الساعة الكبرى. والدليل قوله: يبعثهم الله مع عيسى بن مريم عليه السلام. فروا بدينهم من بلدانهم، فروا بدينهم من أقوامهم، فروا بدينهم من أن يفتنوا عنه ويصرفوا عنه، تحملوا مغادرة الأهل والوطن، وحب الأهل والوطن غريزة مغروزة في القلوب، تحملوا هذه المشاق لماذا؟ ليسلم دينهم. فالغرباء الذين فروا بدينهم لما امتحنهم عليه الناس. قال: رواه الإمام أحمد عن الهيثم بن جميل: حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا عثمان بن عبد الله عن سليمان بن هرمز عنه، أي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. جاء في رواية سادسة لأحمد في المسند عن المطلب بن حنطب رضي الله عنه، هذا الصحابي السادس الذي روى حديث الغرباء، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين يزيدون إذا نقص الناس. كيف يزيدون إذا نقص الناس؟ مرنا في حديث ابن عمرو أنهم ناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، يزيدون إيمانا وثباتا واستقامة حتى لو قل المعين وكثر المناوئ، لا يضرهم
لا يضرهم مخالفة الناس لهم، لأنهم عرفوا الحق لا بكثرة أهله، وإنما عرفوا الحق بما هو عليه. ولهذا قال يزيدون، أي إيمانا وثباتا ورسوخا. إذا نقص الناس في إيمانهم ونقصوا في علمهم. ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان وأعظم أسباب الرسوخ في الدين وأعظم أسباب الثبات عليه ما هو؟ ها، ما أعظم أسباب زيادة الإيمان والرسوخ في الدين والثبات عليه؟ العلم، العلم الموروث عن الله وعن رسوله، علما يعلمه ويعمل به. ولهذا أهل العلم هم الراسخون عند الفتن، الثابتون على دينهم مهما عظمت أسباب المحنة والابتلاء والصرف عن الدين. جاءت في رواية أخرى وللترمذي من حديث كثير ابن عبد الله المزني عن أبيه عن جده، هذا الراوي السابع لهذا الحديث حديث الغرباء، عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. هذا فيه تفسير آخر لمعنى الغرباء. في الرواية السابقة يصلحون في أنفسهم إذا فسد الناس، الفرارون بدينهم من الفتن، الذين هم صالحون قليل في أناس كثير، ينقصون يزيدون إذا نقص الناس. جاءت رواية خامسة تفسر هذا المعنى، قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، في إذاعتها وإشاعتها وبيانها وحث الناس على الاستقامة عليها ودلالتهم على هذه السنة، تركوا أقوال الرجال ومذاهب الناس واقتدوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هواهم وهجيراهم دائر مع هذه السنة، لأنهم أحبوا صدقا صاحبها صلى الله عليه وسلم. ولفظ الحديث في الترمذي: إن الدين لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية لجحرها. كيف تأرز الحية إلى جحرها؟ ترجع وراء يسيرا يسيرا إلى أن تدخل بإيش؟ بجحرها. ولا يعقلن الله الدين في الحجاز، يعقله أي يحفظه معقل الأروية من رأس الجبل. إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. سؤال: أيهما أعظم وأفضل، الصالح أو المصلح؟ ها، الصالح ولا المصلح؟ المصلح. لماذا؟ لأن المصلح صلح في نفسه وأصلح غيره، والدليل قول الله جل وعلا في سورة الأعراف: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والمصلح هو شأن العالم، صلح أولا في نفسه وأصلح غيره. ولهذا سئل الإمام أحمد وغيره: متى يكون العلم نافعا؟ قال: إذا تعلم العلم ليرفع الجهل عن نفسه ويرفعه عن غيره. وهذا الذي أصلح كالشمعة وكموقد النار، يحرق نفسه ليضيء لمن؟ لغيره. قال الأوزاعي: نعم. قال الأوزاعي في معنى الحديث: أما إنه ما يذهب الإسلام، ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. نعم. وفي المسند عن عبادة رضي الله عنه. نعم.
ورا ما الصوت ما عندك صوت؟ نعم. وفي المسند عن عبادة رضي الله عنه أنه قال لرجل من أصحابه: يوشك أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فأعاده وأبداه فأحل حلاله وحرم حرامه ونزل عند منازله: لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت. نعم. قال الأوزاعي، وهو أبو عمرو الأوزاعي، من سادات التابعين، من متأخريهم، وكان صاحب مذهب فقهي مشهور، لكنه اندثر مذهبه بعد ذلك، وقد مات الأوزاعي ودفن في بيروت في لبنان. والأوزاعي أبو عمرو والليث بن سعد صاحب مالك وغيرهم زفر كانت لهم مذاهب فقهية كمذاهب الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا، لكن مذاهب هؤلاء الفقهية اندثرت، وأبقى الله لهذه الأمة مذاهب هؤلاء الأئمة الأربعة يتعبد فيها الناس إلى الله سبحانه وتعالى، لأن مجموع هذه المذاهب هو ما جاء به نبينا في دين الإسلام. قال في معنى الحديث: في الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، قال: أما إنه ما يذهب الإسلام، أي لا يزول بالكلية عن الأرض، ولكن يذهب أهل السنة. من أهل السنة؟ هم الذين ذبوا عن سنة الرسول وأصلحوا ما أفسد الناس وزادوا بالبدع والمحدثات والتغيير في دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا حفظ السنة حفظ للدين، إذ لا يمكن أن نعرف القرآن ونعمل به إلا بمعرفة السنة، وانتدب لها العلماء فميزوا هذه السنة، ميزوا صحيحها من ضعيفها، ميزوا حقها من المدخول فيها، السقيمة من الصحيح. وذهاب أهل السنة ذهاب للدين، ولهذا سموا بأهل السنة، لأن حياتهم وذبهم هو عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أخلق الناس به وأحب الناس له لما أفنوا أعمارهم في الاشتغال بهذه السنة رواية ودراية. قال: ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. وهذا يفسره ما جاء في الأحاديث: أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. وجاء أيضا تفسير هذا في حديث عبادة بن الصامت الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، فإنه قال لرجلين من أصحابه: لئن طال بكما عمر أحدكما أو كلاكما ليوشكان أن تريا الرجل من ثج المسلمين، يعني من أوساطهم، قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، قرأه أي حفظه، فأعاده وأبداه أي كرره، وأحل حلاله وحرم حرامه، ونزل عند منازله، أي لم يتعدى حدود القرآن ولا أحكامه، أو قرأه على لسان أخيه قراءة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تعلمه من أخيه وأخوه تعلمه من رسول الله، فأعاده وأبداه وأحل حلاله وحرم حرامه ونزل عند منازله، أي وقف عند حدوده: لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت، أي لا ينقص فيكم لثباته على دين الله، ولا يرجع فيكم بخير، ولا ينتفع بما حفظ من القرآن، كما أنه لا ينتفع برأس الحمار الميت. الحمار نجس، فكيف ينتفع برأس الحمار؟ وذلك من أنه أقام القرآن بلفظه
ولكنه لم يقم بأحكامه ويطبقه بشرعه. نجد من يقرأ القرآن بالقراءات العشر والأربعة عشر ويقف عند المدود والوقف اللازم والوقف المستحب ويضبطه جدا، ولكن إذا نزلت به نازلة جعر بأعلى صوته: يا سيدي فلان مدد، يا سيدي فلان أغثني، يا فلان أدركيني، هل نفع هذا القرآن؟ القرآن ضره وصار حجة عليه، لأنه قرأ آيات التوحيد وآيات تعظيم الله بإخلاص الدعوة له ولم يعمل بها، عني بالألفاظ والوقوف والابتداء، وعني بالمدود والغنن وأحكام الميمين، الميم والنون الساكنتين ومخارج الحروف، لكنه لم يعتني بإقامة حدود وأحكام القرآن. فهذا القرآن يلعنه وهو حجة عليه يوم القيامة. أما الذي قرأ القرآن واتبع ما فيه وقرأ القرآن وعمل بما فيه جاءه القرآن يوم القيامة شفيعا، لا يزال به يدافع عنه ويحامي عنه إلى أن يدخله الجنة، وخصوصا سورتي إيش؟ البقرة وآل عمران، وهما من أشرف وأفضل سور القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. ويا سعد من قرأ القرآن فقاده القرآن إلى الجنان، ويا شقاوة من حفظ القرآن وقرأه فلا زال القرآن يتبع حتى يزخ في قفاه إلى النار عياذا بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وللبخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولمسلم. نعم. ما الفرق بين الحجاج والحجاج؟ ها، أما الحجاج فهو الحجاج بن يوسف الثقفي ذلك المبير الظالم، وأما الحجاج فهو نحن وأنتم ممن قصدوا مكة معظمين لها بحج أو بعمرة. ترجم المؤلف الشيخ المجدد رحمه الله على هذا الباب قوله: باب لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى يستحكم الشر متى؟ في آخر الزمان، فلا يبقى في الأرض مؤمن ولا موحد، وإنما يبقى شرار الخلق، فإذا كان ذلك آذن الله بقيام القيامة لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق. قال: وللبخاري من حديث من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أنس بن مالك ابن النضر النجاري الخزرجي الأنصاري، فهو نجاري من أخوال من النبي عليه الصلاة والسلام، وأمه المرأة السيدة العاقلة التي هي من خالات النبي عليه الصلاة والسلام، أم سليم بنت ملحان النجارية. أول ما نزل النبي في المدينة، أين نزل؟ أنت يا أخانا، أنت
أنت معنا ولا مع الناس؟ لا والله سرحت. أين نزل النبي أول ما نزل في المدينة؟ ها؟ نزل في صنعاء ولا في تعز ولا في الحديدة؟ نزل في قباء وبقي فيها 14 ليلة، ثم ركب ناقته وأتى المدينة، فلم يمر عليه الصلاة والسلام على حي من أحياء الأنصار، بني سالم بن عوف وبني عمرو بن عوف، إلا قالوا يا رسول الله هلم إلينا إلى النصر والمنعة، ويأخذون بخطام ناقته ليشرفوا بأن يبقى النبي عندهم، وهو يقول دعوها فإنها مأمورة. من هي المأمورة؟ ها؟ الناقة. حتى أتى موضع مسجده هذا، والمنزل لبني النجار، الله الذي أمر الناقة أن تنزل في هذا المنزل، لأنهم أخوال أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبركت الناقة ثم قامت مرة ثانية، فتقدمت وذهبت يسيرا ثم رجعت وبركت في موضعها، فنزل النبي عنها. نزلت أين؟ عند بني النجار. بني النجار ليس بيتا واحدا، لما نزل عليه الصلاة والسلام من على راحلته بادر الصحابي الجليل أبو أيوب النجاري الأنصاري رضي الله عنه، فأخذ رحل النبي عليه الصلاة والسلام وأدخله بيته. صارت المنافسة عند من الآن؟ عند بني النجار، عند من ينزل؟ فكل واحد من بني النجار يقول هلم إلي يا رسول الله، فذا قال عليه الصلاة والسلام المرء مع رحله. فذهبت مثلا، جاءت أم سليم إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنس راوي حديثنا هذا وعمره 10 سنين، فقالت يا رسول الله هذا خويدمك أنس ابني يخدمك، فقبله عليه الصلاة والسلام، فخدم أنس وكان يتيما، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وعاطفة الأمومة جياشة، أرادت أم سليم أن ينفع النبي ابنها، فقالت يا رسول الله خويدمك أنس هل لا نفحته بشيء؟ هل لا دعوت له؟ فدعا له النبي 4 دعوات صلى الله عليه وسلم، قال اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وأدخله الجنة، واستجاب الله لهذه الدعوات، فطال عمر أنس حتى جاوز 100، فإنه مات بالبصرة 92 من الهجرة. كم يكون عمره؟ احسبها، هاجر النبي عمره 10 سنين ومات وعمر 92، 102 سنة، وكثر ولده حتى إنه دفن في حياته من أولاده وأولاد ولده 70 نفسا، وكثر ماله حتى ملك الضياع والمزارع في البصرة وبقيت 4، ونسأل الله أن يحققها له، أن يدخله الله الجنة. قال وللبخاري عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، أي من الظلم والجور، من الظلم والجور، فإن الحجاج بن يوسف ملك العراق وآذى حتى بلغ أذاه إلى الصحابة، إلى ابن عمر وإلى أنس وإلى غيرهم، لأنه كان مبيرا. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج من ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب
فالمختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة، والمبير أي الظالم وهو الحجاج بن يوسف. شكى الناس إلى أنس وهو عالمهم وصاحب نبيهم عليه الصلاة والسلام وخادمه ما يجدونه من ظلم وجور هذا الأمير الغاشم الحجاج بن يوسف. ماذا قال لهم أنس؟ يلا جيبوا السلاح نخرج عليه نؤدبه نقطع يده. لا، ما قال هذا، لأن منهج الإسلام الصبر على أمير الجور والظلم وألا نخرج عليه. لماذا؟ لأنه يترتب على الخروج على ولاة الجور مفاسد وفتن أعظم من الصبر على جوره وظلمه. والواقع وتاريخ الناس شاهد بهذا جدا. فقال أنس رضي الله عنه اصبروا، أمرهم بالصبر، والصبر أعظم ما عولجت به البلايا والمحن. الصبر ذكره الله في 92 آية تعظيما به وتنويها بشأنه. اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. اصبروا على هذا وإلا جاءكم ما هو أشر منه وأعظم منه. ثم قال أنس رضي الله عنه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. الشاهد لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. قد ينظر الإنسان بنظره القصير ويفكر بتفكيره القاصر أنه في عامه الثاني خير من عامه الأول، لكن النظر في المجموع إلى ما جاء في الحديث لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. وهذا تراه يا رعاك الله، تراه أنت في نفسك، أيهما خير لك، يومك أو أمسك، هذه السنة ولا التي قبلها؟ كلما تقدم ومضى من حياتك خير له، خير لك من غدك. لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. وفي أمره رضي الله عنه بالصبر على جور الأئمة لماذا؟ لأن هذا المنهج الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم إياه أصحابه في حديث عوف بن مالك الأشجعي في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام خيار أئمتكم أي أمراءكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم، وتحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، وتبغضونهم ويبغضونكم. فقال عوف يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، نأدبهم ونخرج عليهم بالسيف حتى يستقيموا؟ قال عليه الصلاة والسلام لا. شوف الوسط والعدل والخيار، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. في الرواية الأخرى في الصحيحين لا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. لماذا؟ لأن ديننا ليس دين فوضى واضطراب، وإلا هذا يعزل هذا وهذا يقتل هذا، ولا تقوم للناس عندئذ لا يقوم لهم أمن وأمان في دينهم. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال القتل القتل. ولمسلم أي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان. وتقاربه له عدة معاني،
المعنى الأول أنه يمضي الزمان سريعا، يمضي الزمان سريعا من غير أن يستفاد منه، كما جاء في الحديث: لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كشهر، ويكون الشهر كجمعة، ويكون الأسبوع كيوم، ويكون اليوم كساعة. ومن تقارب الزمان أنه تعظم فيها أنواع الفتن وتتكاثر، حتى ينشغل الناس بهذه الفتن عن العمل، فتكون قلوبهم في غفلة وعقولهم في طيشان، لا يعملون العمل الذي أمروا به في غفلات عظيمة، وينقص العمل، يكثر الكلام ويقل العمل. نعم، وهذا ظاهر أيها الإخوة، يقل العمل بدين الله والقيام على فرائضه، يكثر اتباع الهوى والشهوات، ويلقى الشح، يلقى أن يوضع في القلوب حب الدنيا والبخل، وأن يشح بعمره عن أن يبذله في سبيل الله. وجاء في رواية في صحيح مسلم: ويلقى بالتشديد، يلقى أن يعطى الشح. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت هوى مطاعا وشحا متبعا وإعجابا كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. قال: وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل: ما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. وقد سبق لنا أن القتل إنما يكون بين الناس ويذيع ويشيع بماذا؟ بأي شيء؟ بمهيجاته ودواعيه ومسبباته، وأعظمها اللسان، وأعظمها الافتراق، وأعظمها البعد عن الصراط المستقيم، فيكفر بغير وجه حق، ويبدع بهواه، ويصنف الناس على مزاجه أو مزاج جماعته، فتوغر الصدور، توغر وتملأ حقدا وغلا وشنآن، فينتهي الأمر بالمقاتل، إلى أن يصل القتل استشراء بين الناس، فلا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. وهذا علامة على أن الزمان كلما تقدم إلى آخره كلما كان شرا من الذي قبله، كما دل عليه التبويب: باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وسمي الهرج سمي القتل هرجا لتهارج الناس وارتفاع أصواتهم وتضاربهم وتنازعهم، الذي مآله ومنتهاه إلى سفك دمائهم بالقتل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. وله عن سلمة رضي الله عنه وقال: وقد قال له الحجاج: أرددت على عقبيك؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في البدو. باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. من هو المهاجر؟ المهاجر نوعان: النوع الأول من هاجر من بلده، بلد الكفر، إلى بلد الإسلام، هذه هجرة. ما حكم الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؟ ما حكم الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؟ ذكرناها يا أخواني، واجبة بالإطلاق. شيخ فهد: واجبة في حق الذي يستطيع إقامة. سبق أن ذكرنا أن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام تكون مستحبة إذا أظهر دينه في بلد الكفر ولم ينازع في دينه، أما إن عجز عن إظهار دينه
فإنه يجب عليه أن يهاجر. ولهذا لما عجز الصحابة عن إظهار دينهم في مكة أذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى أين؟ إلى الحبشة. والحبشة هل بلد إسلام أو بلد كفر؟ بلد كفر، لكن عندهم ملك صالح لا يظلم عنده أحد. وفي سورة النساء تقرؤون إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا إيش؟ مستضعفين في الأرض. والمستضعف الذي لا يستطيع أن يظهر دينه، مستضعفين في الأرض. وش تقول الملائكة؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا من؟ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. من هؤلاء المستضعفين؟ قال ابن عباس أنا وأمي من المستضعفين، من الولدان ابن عباس، وأمه من أين؟ من النساء. والهجرة انقطعت من أين إلى أين؟ من مكة إلى المدينة. متى انقطعت الهجرة؟ لما فتحت مكة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عام الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أي من مكة إلى المدينة. أما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي باقية لا تنقطع. متى تنقطع؟ إذا طلعت الشمس من مغربها. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هل يجوز للمهاجر؟ النوع الثاني من الهجرة الهجرة الكاملة، وهي هجرة الذنوب والمحرمات، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لا يجوز للمهاجر أن يرجع إلى وطنه الذي هاجر منه، حتى لو صار الوطن وطن إسلام، نعم، حتى لو دخل الإسلام ولا بلده. ما الدليل؟ نبينا عليه الصلاة والسلام هاجر من أين إلى أين؟ من مكة للمدينة، ثم فتح مكة وأدخلها الإسلام في أي سنة؟ في السنة الثامنة في رمضان، أي بعد هجرته بكم؟ بثمان سنين. لماذا لم يبقى في مكة مع أن مكة أفضل؟ لأنه لما هاجر إلى المدينة لم يجز له أن يبطل هجرته، وأمر أصحابه عام الفتح ثم بعد حجة الوداع ألا يبقى أحد منهم هاجر من مكة فوق ثلاث ليالي، ويرجع معه إلى المدينة لئلا تبطل هجرته. ففيه أن المهاجر إذا هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لم يجز له أن يرجع إلى وطنه مستوطنا إياه. طيب إذا رجع زائرا، نعم يجوز، أو رجع داعية أو فاتحا يجوز كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر فيه الحديث وله، أي لمسلم في صحيحه، عن سلمة، وهو سلمة بن الأكوع، سلمة بن الأكوع الأسلمي، عمه عامر بن الأكوع الذي عالج مرحبا زعيم اليهود في خيبر. قال له الحجاج بن يوسف الثقفي وقد رجع سلمة
من العراق في وقت إمرة الحجاج لما عم ظلمه وجوره وشدته، خرج سلمة إلى البادية فسكن البادية، فقال له الحجاج: أرددت على عقبيك يا سلمة؟ ارتددت على عقبيك؟ فقال: لا، لأن من أنواع الهجرة أن يهاجر إلى حواضر المسلمين بأن كان بدويا فلا يرجع إلى بداوته. فقال لا، فقال سلمة رضي الله عنه في خروجه إلى البادية واعتزاله الفتن، قال: أذن لي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في البدو. متى أذن لهم بالبدوي؟ إذا خاف الإنسان على دينه، إذا خاف على دينه يؤذن له بأن يمايز الناس وينفصل عنهم إذا لم يستطع تحمل العيش معهم وأن يحفظ دينه في بقائه معهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. وللبخاري عن الأحنف قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل فلقيني أبو بكرة رضي الله عنه فقال: أين تريد يا أحنف؟ فقلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي رضي الله عنه. فقال لي: يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: أو قيل يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. ترجم شيخ الإسلام على هذا الحديث بابا: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما فما حالهم وما مآلهم، يعني ما حكمهم. وهذه الترجمة كما سبق مثل تراجم الإمام البخاري في كتابه الصحيح، يأخذ من طرف الحديث وجزئه ما يدل على الترجمة منه. قال: وللبخاري، الحديث في الحقيقة في الصحيحين، الحديث في الصحيحين اتفق على إخراجه الشيخان البخاري ومسلم. عن الأحنف، من الأحنف؟ أنت يا من على الكرسي، أنت معنا أو رقدت؟ من هو الأحنف؟ الأحنف ها؟ ماذا يقول؟ من هو الأحنف اللي في الحديث؟ ها؟ نجيب لك بطانية وسادة؟ ها؟ ما علاقة الحنفية؟ قل: من هو الأحنف؟ من الأحنف يا أخواني؟ هذا الأحنف بن قيس، سيد من سادات العرب وزعيم من زعماء بني تميم، وخرج للكوفة معه سيفه يريد أن ينصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والأحنف بن قيس مشهور بماذا؟ بالحلم، حتى قالوا في أمثالهم: أحلم من الأحنف. قالوا إن الأحنف بن قيس لما قتل علي رضي الله عنه، من قتل عليا؟ عبد الرحمن بن ملجم الخارجي. قدم الأحنف بن قيس على معاوية في الشام، وكان مع علي في مقاتلة أهل الشام، فاحتفى به معاوية وأكرمه وعظمه وأنزله المنزلة اللائقة، فقال له ابنه يزيد ابن معاوية: يا أمير المؤمنين،
ما لك عظمته وأجللته وقد حاربك؟ قال مه، إن معه 100,000 فارس يغضبون إذا غضب لا يدرون في ماذا غضب، وهو معروف بالحلم، كان في حيه وناديه محتبيا أي رافعا رجليه وجالسا جلسة الاحتباء، وقد اقتتل ابنه مع ابن عمه فقتل ابن أخيه ابن الأحنف ولم يفل حبوته، وإنما قال واروا أخاكم وأطلقوا ابن عمكم وخذوا 100 من الإبل فأعطوها أمه فإنها ليست منكم، ولم يفك حبوته لحلمه رضي الله عنه. لقي أبو بكر نفيع ابن الحارث الثقفي وهو راوي حديث الهروب من الفتن الذي مر علينا في الصحيحين، ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه ومن كان له أرض فليلحق بأرضه ومن وجد معادا فليعذ به. فقال له أبو بكر أين تريد يا أحنف؟ قال أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من؟ يعني علي بن أبي طالب. فنصح أبو بكرة للأحنف نصيحة باللسان ليست باليد، قال يا أحنف ارجع أي لا تخذ في هذه الفتنة بسيفك، وأحنف معه كل بني تميم وهم من أكثر العرب أعدادا، 100,000 فارس يغضبون لغضبه، ارجع يا أحنف فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا وعيد لمن؟ للقاتل ووعيد للمقتول، وعيد للجميع. من أكبر سنا، الأحنف ولا أبو بكر؟ الأحنف. من أشرف نسبا، الأحنف أو أبو بكر؟ الأحنف، لأن أبو بكر مولى والأحنف سيد من سادات العرب. من أفضل وأشرف رتبة، الأحنف أو أبو بكر؟ أبو بكر، لأن أبا بكر صحابي والأحنف تابعي. فأمره بالرجوع، أمر أبو بكر الأحنف بالرجوع، لماذا؟ لئلا يطاله هذا الوعيد. رجع الأحنف ثم بدا له أن يرجع إلى ما كان فيه، فرجع فقاتل مع علي رضي الله عنه. الشاهد من هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما، إذن هذا الوعيد للمسلمين، فإن كان أحدهما مسلم والآخر غير مسلم فليس وعيد عندئذ، أي إذا تقاتل المسلمان، وعبر بالسيف لأنه السلاح الذي هو في عهد الصحابة، لو التقوا الآن برشاشاتهم أو أحزمتهم أو بنادقهم أو مدافعهم الحكم واحد، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وهذا وعيد لهما دل على حرمة فعلهما. طيب ما حكم فعلهما؟ كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن النبي توعدهم بالنار. فقال الصحابة رضي الله عنهم هذا القاتل
يستحق أن يكون في النار. طيب المقتول لماذا توعدته بالنار يا رسول الله؟ قال كان حريصا إيش على قتل صاحبه، وهذا فيه أن العمل مناط بالنية والمقصد والإرادة. لو لم يقتل المقتول لقتل الآخر، وهذا فيه أن العبد يراعى ويحاسب على مقصده ونيته، وهو النية الجازمة العازمة. وفيها من الوعيد في الحرم قول الله جل وعلا: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. العاكف أهل مكة، والباد نحن الذين جئنا من خارجها. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم إيش نذقه من عذاب أليم. توعد الله العذاب الأليم لمجرد من أراد بالبيت إلحادا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي إن هم بالحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. قالوا: فإن عملها يا رسول الله؟ قالوا: فإن عملها يا ربنا؟ قال: اكتبوها له عشرا، وإن هم بالسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها له شيء، فإن تركها من جرائي فاكتبوها له حسنة. والهم وينه؟ عزم القلب. فالإنسان في نيته ومراده إذا عزم على الفعل أثيب أو عوقب. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: الهرج القاتل والمقتول في النار. ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أي رواية تفسيرية لما جاء في الصحيحين في حديث أبي بكرة، يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده يحلف وهو البار الصادق صلى الله عليه وسلم ولو لم يحلف. وما حلفه على هذا الأمر إلا تأكيد عليه وتنويه به ولفت للانتباه إليه. سؤال: من أي أنواع الحلف هذا؟ والذي نفسي بيده، ومثله والذي نفس محمد بيده. هذا حلف بصفة من صفات الله، وهي صفة اليد له سبحانه. فإن نفوس الخلق كلهم بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى، كما دل عليه حديث أبي ذر في صحيح مسلم: يقلبها كيف يشاء. والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا، أي لا تزول، وهذا من علامات الساعة وأمراتها، كقوله: لا تقوم الساعة حتى كذا، وكقوله فيما سبق: لا يذهب الليل والنهار حتى يأتي على الناس إيش يوم، أي زمان، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، أي كثر الهرج والشحنة والبغضة والمنازعات والافتراقات حتى صار يقاتل على حزبه وجماعته وطائفته وفرقته، قامت الرايات العمية والجاهلية فأصبح يقاتل عليها ويوالي بها ويعادي لأجلها. يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل
ولا المقتول فيما قتل مع الناس، حمل السلاح حمل معهم، كروا على غيرهم كر معهم. وهذا كان موجود إلى عهد قريب في غزو البوادي بعضهم بعضا، تغزو القبائل بعضها بعضا لسرقة الإبل والبقر والغنم والمال، يموت مع جماعته لا يدري لماذا يموتون، وهذا لقلة العلم وكثرة الجهل. تقوم الحروب في المجتمعات والدول، لا يدري القاتل لما قتل ولا لماذا قتل، يضع حزاما ناسفا على حقوه أو يفخخ سيارته فيدخل بها في المسجد أو في السوق ثم يفجرها، لا يدري لماذا قتل ولا هذا لماذا قتل. وإذا حمل كلاهما السلاح فهما جميعا في الوعيد. قال عليه الصلاة والسلام: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، أي كثرة القتل، ثم قال: القاتل والمقتول في النار، لأن القاتل أراد قتل صاحبه، فاشتمل الحكم على المباشر وعلى المظلوم لأنه ووخذ بنيته وعزمه ومقصده. نعم. باب هلاك الأمة بعضهم ببعض. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكلمة ما زوي. عندك زوي بالبناء المجهول ولا ما زوالي منها؟ لا البناء المجهول. ما زوي يجوز فيها الوجهان، ما زوي لأن الله الذي زوى، أو ما زوى نسبة للزوي إلى الأرض. نعم. أحسن الله عملك. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. قال ابن ماجه: وأعطيت يعني الكنزين. إيه نعم. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، لأن الكنزين مثنى منصوبين بالياء وما بعدها مكسورا للصلة، ولهذا الأحمر والأبيض بدل من الكنزين، والبدل من المنصوب منصوب. أي نعم. أحسن الله عملك. قال ابن ماجه: يعني الذهب والفضة، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا حديث عظيم ترجم عليه الشيخ بهذه الترجمة، فقال: باب هلاك الأمة بعضهم ببعض، أي بسبب بعض، فبعضهم يغير على بعض ويقتل بعضا، وهذا هو الذي يقع الهلاك لهذه الأمة في آخر الزمان. وقد بدأ ذلك فيما وقع بين الصحابة في الفتنة في خلافة علي لما قتل عثمان رضي الله عنهما. والحديث له قصة، فإنه ثبت في الصحيح صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام جاء من العالية، العالية جنوب المدينة، جهة مسجد قباء تسمى الآن بالعوالي، حتى جاء في بني معاوية من الأنصار وصلى عندهم في مسجدهم. هذا المسجد يسمى الآن بمسجد الإجابة، لأنه دعا ربه ثلاث دعوات فأعطاه ثنتين ومنعه الثالثة. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان هذا: إن الله زوى، أي طوى، زوى أي طوى، حتى جمع لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. وهذا من علم الغيب الذي كشفه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، سواء الغيب الحاضر الذي يغيب عن نظرك أو الغيب المستقبلي
قال الله سبحانه في آية الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال: فرأيت مشارقها، مشارق الأرض ومغاربها، رب المشرقين والمغربين، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، أي سيبلغ ملك هذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها. وقد وقع هذا في دولة بني العباس ثم في دولة بني عثمان، وسيقع هذا في آخر الزمان في دولة المهدي ونزول عيسى على المؤمنين. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. ما الأحمر والأبيض؟ ما قال الأخضر الدولارات، وإنما الأحمر الذهب والأبيض إيش؟ الفضة، دلالة على أن الله سيفتح لهذه الأمة كنوز الأرض وأموالها. وقد وقع هذا بفتح فارس والروم في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. قال: وإني سألت ربي لأمتي. هذا دعاء دعا فيه النبي ربه، والدعاء دعاءان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة كالصلاة والصيام والزكاة والتوحيد، هذا دعاء العبادة. ودعاء المسألة أن يسأل ربه شيئا: أعطني، امنعني، اغفر لي، ارحمني. وكل دعاء مسألة فهو قسم من أقسام دعاء العبادة. قوله: وإني سألت ربي لأمتي، من أي النوعين؟ ها، من دعاء المسألة: ألا يهلكها بسنة عامة. بسنة بعامة، بعامة الباء كررت للتأكيد. يقول أهل اللغة: الباء فيها بعامة زائدة، ولا نقول ذلك في ألفاظ القرآن والسنة، لأنه ليس في الكلام كلام الله وكلام الرسول لفظا زائدا، وإنما جيء بها للتأكيد. ألا يهلكها بسنة بعامة. من قبلنا من الأمم أهلكوا بسنة بعامة، سلط الله عليهم صيحة ريحا فأهلكتهم واستأصلتهم، كما كان في الأمم البائدة. سأل النبي ربه ألا يهلك أمته كما أهلك من كان قبلهم بأمر عام يعمهم حتى يستأصل شأفتهم. هذه الدعوة الأولى، ودعا ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. هذه الدعوة الثانية، ألا يسلط عليهم عدوا أي من الكافرين فيستبيح بيضتهم، أي يزيلهم بالكلية. فأجاب الله له الدعوة الثانية. الأولى أن لا يهلك أمته بسنة بعامة، أي بقحط عام أو بريح عام أو بعذاب يعمهم، بعامة يعني يعمهم كلهم. والثانية أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم. بقيت الثالثة، ألا يجعل بأسهم بينهم، ولم يجب الله رسوله إلى هذا. وهذا في القرآن، في أي سورة؟ في الأنعام. قال الله جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا فيضيق بأسكم بأس بعض. قال عليه الصلاة والسلام في الأولى: أعوذ بالله، وفي الثانية: أعوذ بالله. قال: أو يلبسكم شيعا، يجعلكم فرقا وأحزاب وجماعات متناحرة متباغضة فيذيق بعضكم بأس بعض. قال عليه الصلاة والسلام: هذه أهون، هذه أهون. قال عليه الصلاة والسلام: وإن ربي قال يا محمد
إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، أي إذا أبرم الله أمرا فإنه لا ينثلم. إذا قضى الله أمرا وكتبه فإنه لا بد أن يقع لا يرد. وإني أعطيتك لأمته، أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، هذه واحدة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لو اجتمع على هذه الأمة كل أهل الأرض إنسا وجنا فلن يستطيعوا أن يستأصلوا شأفة هذه الأمة، بل تبقى لهم باقية. ولهذا قال في الحديث الآخر: إنه ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم إيش؟ غثاء، كغثاء السيل الذي لا ينفع، كثرة من غير نفع. قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، أي أن بعضهم يقتل بعض فيستحل دماءه ويسبي بعضهم بعضا، دل على أن المقاتلة مبناها على تكفير بغير وجه حق، وإلا السبي ما يصح إلا بالقتل وبتكفير المقاتل. ويسبي بعضهم بعضا. نعم. زاد أبو داود: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم. ولمسلم، ولمسلم عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه، ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال: سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وهذا من فقه الشيخ المجدد رحمه الله، أن أتى بحديث سعد في صحيح مسلم الذي يفسر ويبين معنى حديث من؟ ثوبان رضي الله عنه. فإن معنى أن يهلك أمته بسنة عامة أي بعذاب، وألا يهلكهم بالغرق كما وقع ذلك في قوم من؟ قوم نوح، فأعطاه الله هذا وهذا ومنعه أن يقتل هذه الأمة بعضها بعضا أو يسبي بعضها بعضا. زاد أبو داود في روايته، وهذا أيضا من بديع صنيع المجدد رحمه الله، أنه يجمع الروايات في موضوع واحد ليفسر بعضها بعضا، فإن في زيادة الروايات بيان لمعنى الحديث. قال زاد أبو داود في روايته لحديث ثوبان في مسلم: وإنما، يقول عليه الصلاة والسلام: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة أي الذين يقتدى بهم، سواء كانوا علماء سوء أو أمراء ضلالة، مضلين يضلون عباد الله. وإذا وضع السيف في أمتي، معنى وضع السيف فيهم القتل، واستشرى فيهم القتل والمحاربة، فإنه لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. وهذا في تحذير النبي في الأحاديث التي تواتر معناها أن يقاتل المؤمنون بعضهم بعضا، وإنما حق المسلمين أن يرحموا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقد كرر عليه الصلاة والسلام في المشهد العظيم في موسم الحج، في يوم عرفة، ثم في يوم العيد، عيد النحر،
ثم في يوم الحادي عشر لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إذا وضع السيف في هذه الأمة لا يرفع عنهم إلى يوم القيامة، وصدق وبر عليه الصلاة والسلام. تقاتل المسلمون من تقاتلهم بعد مقتل عثمان إلى هذا الزمان، وإلى أن يرث الله الأرض لا يرفع عنهم السيف. إذا وضع فيهم السيف بالقتل واستشرائه فيهم لا يرفع إلى يوم القيامة. قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، أي أن قلوبهم ونفوسهم تضيق عن العيش مع المؤمنين، يريدون أن يحسنوا أوضاعهم ويحصلوا الأوراق والدنيا، فيلحقون بالمشركين فيساكنوهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، لا تراء نارك نارهم، أي ابتعد عنهم حتى لو أنك أوقدت نارا أمام بيتك لا ترى النار التي يوقدونها أمام بيوتهم. وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، نعم سترجع عبادة الأوثان مرة أخرى، والأصنام من الأوثان. ما الفرق بين الصنم والوثن؟ وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن. ما الفرق يا أخواني بين الوثن والصنم؟ ها؟ الصنم هو الحجارة، والوثن لا، ها الحيوانات ما هو؟ هذه صنم ولا وثن؟ والوثن ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الصنم يا أيها الإخوة ما صور على هيئة مخلوق من إنس أو جن أو حيوان، ما صور على هيئة مخلوق حي يسمى صنم. والوثن كل ما عبد من دون الله كالشمس والقمر والحجر والشجر والقبر والضريح والنصب، هذه أوثان. أيهما أعم وأيهما أخص؟ الوثن أعم والصنم أخص. مرت الأحاديث: لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس حول ما الخلاصة صنمهم. ومضى الحديث: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، وهذا اللهم وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. إذن سيرجع الناس في آخر الزمان إلى عبادة الأوثان وإلى الشرك. ألا يعارض هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يأس أن يعبد في هذه الجزيرة، جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينكم؟ الجواب: لا يعارض هذا هذا، لأن قوله إن الشيطان يأس أن يعبد أي لن يعبد الشيطان بعينه، ولكن الشيطان سيدلي على الناس ويسوغ لهم الشرك بتبريره وإبقاء معالمه إلى أن يأتي بعد ذلك أجيال لا يبالون بهذا الشرك. فأحاديث نبينا غير متعارضة عليه الصلاة والسلام، وإنما يفسر بعضها بعضا. قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. مضى معنا أن قوله كذابون ثلاثون أن العدد إيش؟ أن العدد غير مراد منه حقيقة المعدود، وهذا المعبر عنه عند الأصوليين بقولهم إن العدد لا مفهوم له. مفهومه ماذا؟ بيان الكثرة، لأن الواقع تاريخا وحالا
أن مدعي النبوة كثيرون أو قليلون؟ كثيرون، كلهم، أي هؤلاء الدجالون الكذابون يزعم أنه نبي. قال: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ما معنى خاتم النبيين؟ جميع العرب يقولون خاتمهم يعني آخرهم الذي ختم به النبيون. وقال أعجمي جاهل: معنى خاتم النبيين أي زينتهم، كما أن الخاتم زينة اليد. لماذا؟ ليبطل عقيدة ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. وجاء أعجمي آخر قال: أنا نبي بعد النبي، والدليل أن اسمي لا، والرسول يقول لا نبي بعدي، يعني أنا نبي بعد رسول الله. ولا عند العرب ليست اسما وإنما حرف نفي، لكن أتي هذا الجاهل من عجمته ومن جهله المطبق. قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. أي الحق؟ الموروث عن الله في القرآن وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته صحيح البيان. لا تزال طائفة من هذه الأمة ثابتة ظاهرة مؤيدة بالحق راسخة فيه مستقيمة عليه لا تتزحزح عنه مهما كثرت عليهم الصروف والمحن والبلايا، هم ثابتون راسخون. من هؤلاء؟ هم أهل السنة والجماعة، هم العلماء ومن سار على دربهم. لا يضرهم من خالفهم مخالفة ولو أدت إلى القتل حتى يأتي أمر الله. ما أمر الله هذا الذي يأتي؟ ها؟ ها؟ لا، ما هو أمر الله الذي يأتي؟ ها؟ لا، مر علينا في الحديث أمر الله الذي يأتي كما مر في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم: فإن الله يبعث ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين حتى تدخل الريح في جوف الجبل فتقبض المؤمن، ولا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله. قال عليه الصلاة والسلام: وعليهم تقوم الساعة. فهذا الحديث يفسر هذه الرواية. فلا يزال قوم من أهل الإيمان وأهل السنة والقرآن ثابتين ظاهرين راسخين على الحق، لا يضرهم من ناواهم وعاداهم وخالفهم حتى يأتي أمر الله. وأمر الله أي إذانه بانقضاء الزمان، فيقبض المؤمنين ولا يبقى بعد المؤمنين في الأرض مؤمن، وإنما يبقى أهل الشرك وأهل الكفر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي عبدوها. ما الجامع بين الصنفين؟ من أدركتهم الساعة وهم أحياء ومن اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الشرك والكفر بالله عز وجل. فنسأل الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن ينصر ويظهر سنة نبيه على العالمين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفر وأهله. وأن يثبتنا وإياكم والمسلمين على دينه، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وإلى ما تيسر من الأسئلة. يقول: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات ليلة بسورة البقرة والنساء وآل عمران في صلاة واحدة، أرجو توضيح ذلك. لا يا أخي، لم يصلي بأصحابه فأطال، وإنما صلى عليه الصلاة والسلام فقام معه مع بصلاته ابن مسعود. وإلا فإنه إذا صلى عليه الصلاة والسلام إذا صلى بأصحابه خفف،
وإذا صلى وحده أطال. فقام معه ابن مسعود فافتتح النبي سورة البقرة. يقول ابن مسعود راوي الحديث: فقلت يركع عند المئة، أي بعد مئة آية، فمضى. قلت يركع عند 200 فمضى. فافتتح بعد البقرة سورة النساء، ثم افتتح سورة آل عمران في ركعة واحدة. فقال ابن مسعود: حتى هممت بأمر سوء. ما الذي هم به؟ أن يتركه ويكمل صلاته لوحده رضي الله عنه. هذا لم يقع مع الناس كلهم، وإنما قام يصلي وحده وصلى معه ابن مسعود رضي الله عنه. وإلا هو الذي أمرنا عليه الصلاة والسلام أنه من أما الناس فليخفف، بل قام عليه الصلاة والسلام ليلة في آية واحدة يرددها حتى أصبح. وهذا أخذ منه العلماء أن من صلى لوحده فليطل ما شاء، وإذا صلى بالناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والمريض وذا الحاجة. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. يقول: ما صحة الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ هذا الحديث حديث ثوبان رضي الله عنه، أخرجه أهل السنن وهو حديث صحيح. ومعنى هذا الحديث أن القضاء نوعان: قضاء مبرم لا يتخلف، وهذا لا يرده الدعاء. مثاله: خلقك الله آدميا، لو قال يا الله اقلبني إلى جني يستجيب الله دعاءه؟ ها؟ أو قال اللهم أني أسألك أن تقلبني إلى أسد، يستجيب الله دعاءه؟ الجواب لا، لأنه قضى الله قضاء مبرما أنك آدمي. الشمس من أين تخرج؟ من الشرق. لو قال يا الله طلع الشمس من الشمال يستجيب الله دعاءه؟ لا، لأن هذا قضاء مبرم محتوم لا يتغير. كتب الله أن عمره 100 سنة، لو قال اللهم أطلني إلى 1000 سنة لا يستجيب الله دعاءه. إذن القضاء المبرم المحتوم لا يرده الدعاء. النوع الثاني قضاء غير محتوم، إنما معلق بالسبب، فهذا أعظم أسباب حصوله الدعاء. مثاله: انتصار المسلمين في بدر، ما أعظم أسبابه؟ عددهم أو عدتهم؟ لا عدد ولا عدة. أعظم أسباب انتصار المسلمين في معركة بدر هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يرد القدر، أي غير المبرم غير المجزوم به الذي لا يعلم، والله أعلم. رجل يقيم في مكة ويعمل عمرة لغيره من الأقارب أو غيرهم، أله أجر على هذا؟ نعم، إذا قصد أن ينفع هؤلاء الأقارب أبا أو أما أو جدا أو جدة، وأن يؤدي عنهم الواجب، فإنه يؤجر على ذلك. وإذا كان يقوم بالعمرة في مقابل يعطى فلوس ويأتي بالعمرة، فإن كان نيته المقابل فلا أجر له، وإن كان يستعين بهذا المقابل ونيته نفع أخيه يؤجر على ذلك. وأفضل من هذا أن يدعو لهم، أن يدعو لهم ولا يأتي بعمر عنهم، والله أعلم. ما حكم مجاورة النصارى؟ وهل يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن له جار نصراني؟ لا مانع من مجاورتهم إذا كانوا في بلدك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جاره ماذا؟ يهودي، وكان يحسن إليه. بل إذا كان جارك يهودي أو نصراني أو وثني فادعه إلى الله بفعلك وبقدوتك وبأخلاقك الحسنة وبفعالك الطيبة، كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم يصنع. الذي تبرأ النبي منه ما هو؟ الذي يهاجر من بلد الإسلام فينتقل إلى بلد الكافرين فيسكن معهم لأجل أن يحصل الأوراق والجوازات
أو الأموال أو تحسين مستوى معيشته، هذا الذي تبرأ النبي منه، فقال فيما رواه أبو داود وغيره: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز صرف الزكاة في إصلاح المساجد؟ هل إصلاح المساجد أو عمارتها من الأصناف الثمانية التي ذكرها الله في آية سورة التوبة؟ قال الله جل وعلا في مستحق الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هل ذكر منها إصلاح المساجد، بناء المساجد؟ طيب، بناء المساجد أمر خفي ولا أمر ظاهر؟ ها، أمر يحتاجه الناس ولا ما يحتاجونه؟ يحتاجونه، لكن لم يجعله الله من مصارف الزكاة. إذن لا تصرف الزكاة في بناء المساجد ولا المدارس ولا بناء الأوقاف، لأن مصارف الزكاة حددها ربي جل وعلا في ثمانية أصناف. والله أعلم. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار، كيف تفسرون قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله؟ ليس بين الآية في سورة الحجرات ولا بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم معارضة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان سواء كان فردين أو جماعتين بسيفيهما فهذا في النار وهذا في النار. وأما الآية فإن المراد بها ولي الأمر، ولاة الأمور من الأمراء والعلماء، إن قامت مقتلة وخصومة ومنازعة بين طائفتين من المسلمين، بين دولتين، بين قبيلتين، بين فئتين، فإن الواجب السعي إيش؟ في الإصلاح ورأب الصدع وإزالة أسباب النزاع والخلاف والشنآن. فإن أبت الطائفتان يحجز بينهما ألا يقاتلوا، إن تعدت واحدة وظلمت على الأخرى وبغت عليها وتجاوزت أمرنا، أمر الله ولي الأمر أن يؤدب هذه الطائفة الباغية. ولهذا الآية واضحة: وإن طائفتان من المسلمين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت، أي تعدت وظلمت وجارت واحد على الثانية، فأمرنا بمقاتلة التي تبغي. وهذا كما أنه في الجماعة في الفرد، قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك إيش؟ ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، أنصره مظلوم، فكيف أنصره ظالما؟ قال: أن تحجزه عن الظلم، تأخذ على يده ولا تعينه على ظلمه. وهذا يختلف بحسب الناس، فأحيانا بالنصيحة وأحيانا بالبيان والوعد والوعيد، إن كانت لك ولاية وسلطة بأن تأخذ على يده، كما للسلطان في سلطانه وكما للأبي مع أولاده. والله أعلم. هل يجوز لي أن أطلب الجنسية من الدول الكافرة مع العلم أنها تخول لي السفر إلى العديد من البلدان ومنها العربية؟ لا يجوز التجنس بجنسية الدول الكافرة، لأن معناها أن ترضى بعهودهم ومواثيقهم المخالفة لدين الله، هذا واحد، ولأنها ذريعة ووسيلة إلى أن تسكن معهم فتقع في براءة النبي منك. وهذه المسألة، أي التجنس بجنسيات الدول الكافرة، بحثت في المجامع الفقهية، في هيئة كبار العلماء، وفي مجمع الفقه الإسلامي في مكة التابع للرابطة، وخرجت قراراتها بتحريم ذلك، بتحريم ذلك لما سمعتم من الأدلة. والله أعلم.
دائما أنا وزوجتي على خلاف مما أدى إلى عدم شعور نحوها بأدنى عاطفة، فماذا أفعل؟ هل أطلقها مع العلم أن لي منها طفلتين صغيرتين؟ لا، لا تطلقها، أبقها على أولادها وابتغي الأسباب المعالجة لما بينكما من هذا النفور، بالقراءة، تقرأ على نفسك الفاتحة وعليها والمعوذات وآية الكرسي وسورة البقرة، وتبتعد عنها فترة حتى تشتاق لها وتشتاق إليك. وغالب أن الذي بينكما هو نفرة في الطباع، إن لم تستقم حالك تزوج ثانية وأبقها على أولادها، ولا تعالج إلى الطلاق، فإن الطلاق ليس حلا لمثل ذلك. يقول: ما عنوان هذا الكتاب الثمين الذي تقرأ منه؟ وأين نجده؟ وأرجو طباعته وتوزيعه حديثا للمسلمين. أما ما ترجوه فأبشر، وقد طبع الكتاب ووزع، وهذا الكتاب اسمه كتاب الفتن والحوادث. كتاب إيش؟ الفتن والحوادث، جمعه وصنفه الشيخ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو في 200 حديث، مما تعظم الحاجة إليه، وقد جمعه من صحيح مسلم وصحيح البخاري وما جاء في السنن وفي مسند أحمد والدارمي والموطأ، مما هو صحيح في محل الاحتجاج، وهو كتاب عظيم كما سمعت، والحاجة داعية إليه خصوصا في آخر الزمان، لأن المؤلف رحمه الله قرب لك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالحوادث والفتن لتحذرها وتتقيها وتستقيم على دين رسول الله وعلى سنته، فيسلم من ذلك، يسلم العباد منك وتسلم أنت من شرورهم. ونكمل إن شاء الله الدرس بعد صلاة المغرب، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.